سلام، انا معاد احبوش. قبل هذا الوقت هادي ما كناش حنا عارفين شي حاجه سميتها الساعه، ما كناش عارفين شي حاجه سميتها الوقت. يعني ما كانش عندنا داك الوقت فين تعرف وقتاش غيبدا شي ماتش، ولا فين تعرف وقتاش غتمشي للمدرسه. قبل ما نوصلوا لهاد الساعه كنا بعاد على الوقت، كنا كنعرفوا النهار العشيه والليل، ما كناش كنعرفوا الايام. كانت حياتنا عباره على لحظه واحده كدوز. وإلا تأملتي في حياتك بلا ما تشوف الوقت، بلا ما تديها في العنصر ديال الوقت، غيبان لك باللي الحياة كلها لحظة واحدة. يعني لحظة غادا وكتمدد كتمدد كتمدد. هادشي نيشان اللي كانوا كيشوفوه الناس ديال شحال هادي. بطبيعة الحال الوعي بالوقت ما جاش من فراغ. الإنسان داز من بزاف ديال الحوايج عاد وصل للوعي بأن كاين واحد الوقت خاصو يتنظم وخاصو يكون في حياتنا. دابا حنا عارفين باللي كاين سوايع، كاين دقايق، كاين تواني، ولكن هادشي ما غيتطورش في ساعة. يعني ماشي على الدقة والحين الإنسان غيطور هادشي. حتى جات الماط وعلم الفلك وبزاف ديال الحوايج عاد عرفنا الوقت. مثلا جدك ولا جداتك القدام اللي كانوا عايشين في هذا الكوكب ديال الارض، وشي صحاب كانوا كيديروا الوقت بيناتهم وقتاش غياكلوا شي فريسه؟ لا، كانوا كيتفاهموا على واحد الوقت محدد غير بالفطره، مثلا من اللي كيطيح الظلام ولا قبل ما يطيح الظلام. اما الوقت اللي احنا عارفين دابا بالثواني والدقائق والسوايع، هذا لا ما كانش. من بعد الوعي ديال الانسان غيبدا يتطور ويتطور ويوصل لواحد الحاجه اللي تبدا تنظم ليه الحياه ديالو، ويعرف بها الصباح والعشيه والليل واي وقت، واللي هي الساعه. انا عارف ولات عندك البديهه ديال سونيك وغتسولني علاش اخويا هاد الستوري هذا. اللي بغيت نقول من هاد الشيء هو ان الوقت واحد الحاجه اللي كتنظم الحياه. يعني ما كتبقاش غادي غير عشوائي، ما كتكونش غادي غير الله هكا ما عارف والو. فداك الشيء علاش بغيت نوصل لك باللي ان التطور ديال الانسان هو اللي خلاه يحط لنا ساعه، وهاد الساعه هي اللي كتنظم الحياه ديال الانسان. اصلا هاد الشيء كله في سبيل الانسان، العام والنهار والساعه والثانيه في سبيل الانسان باش ينظم الوقت. في سبيل الانسان مثلا انه يعرف وقتاش يتلاقى بانسان اخر، صاحبه ولا صاحبته. في سبيل الانسان انه يعرف واحد المباراه عزيزه عليه ديال شي فرقه مثلا بحال ريال مدريد، عزيزه عليا ريال مدريد. في سبيل ان يدير مع شي واحد انه يجيب ليه تليفون ولا يجيب ليه شي حاجه يشريها من عنده، ووقتاش بالضبط. هادشي كله اللي خلى الوقت يولي عندنا في حياتنا واحد الحاجه اللي زادت السعاده ديال الانسان في الحياه. ولكن بلاتي صحاب الباك اللي طلبوا مني ان ندير هذا الفيديو، واش انا غنخسر لكم الخاطر؟ اللي بغيت نقول لكم هو انكم نتوما دابا راكم واعيين، نتوما دابا راكم بشخصيه اللي قويه. انت راك قائد في حياتك، وانت راكي قائده في حياتك. طبيعة الحال الهدف ديالكم يكون يا اما النجاح، يا اما النجاح بشي نقطه عاليه. وما اصلا ليش كنتي غتدخل هذا الفيديو كاع؟ اللي خصك تعرف هو في التعامل ديالك مع الوقت تعامل بحال غتساين شي فريسه. يعني داير الوقت ديالك باش تاخذ شي فريسه، بحال ديك الصياده اللي كانوا كيديروا شحال هادي. هاد المبدا غيبان لك كلاسيكي شويه، ولكن انا غنفهمك شنو. بطبيعه الحال الفريسه في الاول ما يمكنلكش انك دغيا دغيا راك غادي تشدها وغادي غادي تحطها في الارض. ضروري غادي تحاول من هنا وتحاول من هنا وتبتكر تقنيات، بحال في اللعبه ملي كتكون كتلعب ضروري كتخسر وتعاود ترجع وتخسر وتعاود ترجع وتقلب من هنا كيفاش تدوز لواحد ستاج لستاج اخر. هكا نفس اللعبه. طبق هذا البلان هذا على شنو باغي دير. يعني في القرايه ملي تكون كتقرا ماشي تياسف ديك اللحظه اللي مثلا ما تفهمش واحد اللعبه ولا انك ما تحفظش شي حاجه، تعافر معاها وتعافر حتى تحلل الداتا ديالها كلها وتفهمها. كيف ما كندير انا دابا في هذا الفيديو مع جوج قسمين ديال الليل، وركز معايا راه كنعطيك امثله من الواقع. هذا الفيديو هذا راه ما ولا بحال هكا، حتى بديت كندير فيديوهات وفيديوهات حتى وليت كنعرف كيفاش نتماشى مع الفيديو. غتكون فهمتي دابا المبدا. انا عارف انت صونيك في الباديه. اوكي، ومن بعد اخويا دابا فهمني كيفاش ننظم وقتي. شوف غنعطيك داكشي علميا 4 السوايع في النهار، وهذه اكتشفتها شحال هذه وديما كنعاودها باش اي واحد تصنت لشي فيديو يوصلوا هاد المعلومه توصلوا. شنو 4 السوايع كافيه في النهار انها توصلك لاي هدف بغيتي في حياتك. ولكن قبل هاد 4 السوايع اللي غدير
ممكن انك دير جوج سوايع وتمشي لثلاثه سوايع، او لا تبدا بساعه وتمشي لجوج سوايع وتمشي لثلاثه سوايع، ومن بعد غتعود على اربعه سوايع. فهمتيني؟ اوكي فهمتيني. قبل ديك اربعه سوايع ولا جوج سوايع ولا ساعه اللي غدير، حاول تخيل داكشي اللي باغي توصل ليه باش تحفز. ها وماشي من الضروره ديك القضيه اللي تيبداو يقولوها بزاف هي انك ما تهضرش مع صحابك. شوف انا نعطيك مبدا ديال هادشي هذا، اي حاجه كديرها تكونسونطرا فيها. كنتي كدير فيديوهات تكونسونطرا في فيديوهات، كنتي كدير يوتيوب تكونسونطرا في يوتيوب، كنتي كتقرا تكونسونطرا في القرايه وما تكونسونطرا في حتى شي حاجه اخرى من غيرها، كنتي كتلعب تكونسونطرا في اللعب وما دير حتى شي حاجه كتقلقك ولا القرايه ولا شي حاجه، كنتي كتغني مثلا انت في داركم هكا جالس ولا تدير شي لعبه انا ما عارفش حماق كيفاش داير، المهم كنتي كتغني تكونسونطرا في الغناء ديالك، كنتي كتموسق تكونسونطرا في الموسيقى. اي حاجه كديرها المبدا في هذا الشيء هذا كامل، اي حاجه كديرها تكونسونطرا فيها وخلي عليك الحوايج الاخرين، وفي نفس الوقت هي كتعطيك انرجي وانت كتعطيها انرجي. بحال دابا شي صاحبك ولا صاحبتك هكا كتعطيه هضره زوينه تعطيك هضره زوينه، تعطيه خدمه وتعطيك خدمه، في قرايتك ولا في شنو كدير في الباك كتعطيها خدمه زوينه كتعطيك نتائج زوينه. المهم دابا انت عارف باللي نهارك فيه 24 ساعه، اختار شي 4 سوايع وبدا تخدم فيها. في هاد 4 سوايع ركز على الفريسه ديالك وتعافر معاها، تعافر معاها حتى تفهم الداتا ديالها. الا جا عندك شي واحد وما خلاكش تكونسونطرا مع الفريسه ديالك، ماشي شي حاجة راقية أنك تقول ليه لا في وجهه ولا، فقط قول ليه أنك مركز على الفريسة ديالك وراك فهمتيني من بدأ شنو كان وصل لك. دابا في ديك اللحظة بدات دير راسك بحلة أنت من الهنود الحمر، شدك ديك النبلة ومركز على واحد الفريسة، يعني عندك واحد الحاجة اللي باغي توصل لها وصاف. بحالي أنا دابا هز واحد النبلة اللي هي الفيديو وكنسجل فيها باش نوصل لك شنو باغي نقول لك. يا وصلت لك بزاف هذا المبدا هذا. ندوزو للفقره ديال النصائح الصغيورين. ما تنساش تاكل شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي صحيه، ما تنساش انك تنعس بكري، ما تنساش انك تهتم بداكشي اللي كتقرا بحال راك مهتم بشي قصه ديال روميو وجولييت ولا مهتم بالفيلم ديال تيتانيك، ما تنساش انك تشارك داكشي اللي فهمتي مع شي صاحبك ولا شي صاحبتك ولا ماماك ولا باباك ولا خوتك، هكا تهضر معاهم عليه وتفهمهم على الاطباء والعضله والمواد العضويه والمواد غير العضويه والجيولوجيا والحجر وداكشي ديال الموجات والنووي والكهرباء والميكانيك. ما تنساش انك داك خوك الصغير ولا اختك الصغيره انك تمشي عندها وتفهمها ديك الدار الكهربائيه هو فين كيخشي البريز باش يشارجي داك الطابليت باش يلعب فيه، وتفهموا باللي راه كاين تركيب على التوالي وكاين تركيب على التوازي وكاين الداره ديال ار ال والداره ديال ار سي والداره ديال ار ال سي. ما تنساش ملي انك تفهم شي ماده ولا شي درس ولا شي تمرين تخرج مع صحابك وتمشي وتلعب البلاي ودير اي حاجه وتاكل الشوكولات وتشرب القهوه وتجري وتسمع موسيقى ودير سبور ودير اي حاجه كتبغيها. ما تنساش باللي راه الا ما عرفتيش شي حاجه خصك تمشي تدخل للبلاتفورم بحال يوتيوب ولا جوجل. يوتيوب دابا راه عامر بزاف ديال التمارين، بزاف ديال الناس كيشرحوا الماط والفيزيك والسيونس والفلسفه واللونجلي كيشرحوهم ببساطه. ما تنساش تدخل لهاد البلايص هادو اللي غينميو عندك داكشي اللي ما عارفش ويزيدوا يفهموك تقنيات اللي غيعاونوك في المستقبل. ما تنساش انك دير لايك وابوني هاد القناه إلا عجبك الفيديو، و peace and love خويا ولا اختي. I love you so much. باي باي. Headshot.